بسبب تفشي السل. السلطات استطاعت تمنع بيع اللبن والحليب. دخلت السلطات المحلية بسطات لمنع بيع هذه المادة، الحليب واللبن الغير مراقبة والتي تباع في ظروف غير صحية من طرف الباعة الجائلين بالأزقة وأمام المساجد دون احترام شروط الحفظ وشروط السلامة الصحية، وذلك بعد ارتفاع حالة مرض السل بالمدينة. وتقوم مصلحة حفظ الصحة والبيئة والمصلحة البيطرية ومكتب حفظ الصحة البلدي بالمدينة بجولات رقابية مخبرية قصد التأكد من جودتها وخلوها من البكتيريا الناتجة عن تعرض مثل هذه المواد للشمس أو لعدم احترامها لمعايير الجودة المطلوبة، والتي من شأنها الإضرار بصحة المستهلك والمؤدية أيضا لأمراض تعفنية كثيرة. قد تم تداول مؤخرا مراسلة بمواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بارتفاع ظهور حالات السل بالعديد من المراكز الصحية، مما خلق حالة من الهلع والخوف من انتشار المرض في الصفوف الساكنة.